أهلا بكم. الجزائر أي واقع لأي سياحة؟ وعنوان وتساؤل حلقة اليوم نناقش فيها واقع القطاع، قطاع السياحة في البلاد الذي لا يختلف فيه اثنان أنه كارثي برغم الطاقات السياحية المذهلة التي يتوفر عليها هذا البلد القارة بصحرائه الشاسعة الخرافية الجمال، والتي بها أجمل غروب شمس في العالم وبها نقوش الإنسان الأول. وهذا البلد الذي به جبال ساحرة يتساقط فيها الثلج بغزارة خلال فصل الشتاء، وبإمكانك ممارسة التزلج على الثلج فيها. وهذا البلد الذي به ساحل بحري متوسطي يمتد لنحو 1600 كيلومتر بشواطئ خرافية الجمال. وهذا البلد الذي عدد المدن الرومانية التي ما زالت أثارها قائمة مثل تيمغاد وجميلة وتيديس ينافس عدد المدن الرومانية في إيطاليا نفسها. لكن هذه المفاتن السياحية الجزائرية غائبة أو مغيبة بالأحرى فيما ينسب لوزير السياحة المتجول مثل السياح بين المناصب الوزارية قبل أن ينفيه قوله للتونسيين مؤخرا بأن لا يقلقوا، فالجزائريون قادمون لإنقاذ الموسم السياحي في تونس. وإن كان الوزير نفسه لم ينفي رعايته لأكبر طبق للبائية الإسبانية في وهران، والذي كأن لعنة حلت عليه ليحترق قبل إنجازه وتحترق معه الملاير. لمناقشة واقع السياحة في الجزائر معنا بداية عبر خدمة سكايب من فرنسا صالح حجاب، المهندس صالح حجاب الناشط في الجالية الجزائرية ضمن تنسيقية الجزائرية ضد غلاء الأسعار. صالح حجاب مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ، مرحبا بك. الجزائر أي واقع لأي سياحة؟ يا أستاذ والله يعني عندما نسمع يعني ما كيف تطور السياحة عند جيراننا وعند الدول الأوروبية وفي سائر المعمورة ونقارنها بالجزائر، والله لا نفهم شيئا، خاصة وبلدنا كما في 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 المقدمة أنه فيه يعني 2.2 مليون يعني كيلومتر مربع، فيه تنوع مناخي وتنوع يعني من كل الأطياف، ولكن في النهاية حتى الجزائريين نفسهم، لأن لذلك يجب أن نوضح أننا الجزائريين نفسهم لا يستطيعون التمتع ببلدهم. ولذلك فعندما قال غول أو قال غيره يا تونسيون لا تخافوا فنحن قادمون، لم يذهبوا لهم يعني من باب الرحمة أو الشفقة، ذهبوا إلى تونس لأنهم لا يملكون أي بديل، بما أن أوروبا مغلوقة وباب ومفتاحها التأشيرة، الحدود المغربية مغلوقة منذ 20 سنة، حدود معنية مغلوقة لحد اليوم، حدود مع مالي فيها يعني النار وغيرها، ما بقي لنا إلا تونس هذه يعني التي لا تضاهي حتى أصغر دائرة في الجزائر، ولكنها مع يعني عبر السنين استطاعت أن تكون يعني سياحة حقيقية، وهناك يعني ترحيب بالسائح وللسائح مكانه. أما الجزائر حتى سكان الشمال أغلبية الساحقة وأتحدهم إن زاروا تيميمون أو زاروا يعني غردايا أو زاروا السحر الذي تكلمت عنه أو الهوغار وغيرها. لذلك اليوم الجزائر غير معروفة لأبنائها. ونقطة أخرى، عندما يتكلم بعض السياسيين ويقولون مثلا هناك هذه السنة مليون جزائري أو مليون سائح، وهم يتكلمون على الجزائريين المغتربين وكأنهم ينظرون إلينا يعني على أساس أننا أجانب، والمشكل أننا لسنا أجانب، نحن جزائريين ونرجع إلى بلدنا لزيارة الأقارب. وأغلبية المغتربين عندما يرجعون إلى الجزائر لا يجدون الظروف يعني التي تسمح لهم بقضاء عطلة يعني متوسطة، ففيهم من يبقى هناك وفيهم من يهرب هو الآخر إلى تونس الجارة. مرغول، وهذا التصريح الذي نسب له بأنه للتونسيين انتظروا الجزائريون، هو وزير السياحة في الجزائر ويقول للتونسيين كما نقلت في البداية صحف عنه انتظروا الجزائريون قادمون لإنقاذ السياحة، طبعا نفى هذا الكلام بعد ذلك، ولكن لم ينفي إشرافه على يعني ما اعتبر تسويقا أيضا للسياحة في وهران
فيما اعتبر مضحكة كبيرة انتهت بلعنة بين قوسين. طبق البائية، أكبر طبق بائية على أساس الدخول لجينيس، احترق هذا الطبق. يعني هل غابت الأفكار للترويج للسياحة في وهران مثلا بطبق البائية، حتى وإن كان أصله البقية عربيا في الأندلس؟ أليس هناك الطعام الكسكسي، الشخشوخة، وما تعدد ومن المطبخ الجزائري مثلا؟ صراحة نحن لدينا أمور عديدة وكنا نستطيع يعني إظهارها للعالم لكي يعني نستقطبهم، ولكن هو اختياره هذه البايلة لا أعلم لماذا اختاره، وأظن أنه لم حتى يعني لم يستشر في هذه القضية، ويعني نهاية هذا الطبق يعني الذي احترق تدل على أن من نصحه بالطبق لا يملك خبرة، ومن قام بتحضيره لا يملك خبرة، نحن لسنا يعني اهل لتحضير طبق بسيط حتى وان كنا نقلد الاخرين. لذلك صراحه عندما انا صراحه شخصيا انظر ان السياحه في الجزائر يجب غلق وزاره السياحه، اظن انها لا تصلح لشيء، بما ان كل الدول العالم تنصح رعاياها بزياره الجزائر، والجزائر لا تقوم لا تفعل شيئا لكي ترفع يعني ما يكتبون على سفاراتهم. مؤخرا تونس عندما قامت بكتابه يعني بنصح رعاياها بعدم الذهاب الى تونس، يعني قاموا بعمل جبار دبلوماسي لكي يرفعوا عنهم هذه العبارات. اما الجزائر فهي تستقبل قنصلها هولندا بالطابيروج يعني بالبساط الاحمر، وهو نفسه يكتب على يعني موقع السفاره الفرنسيه يعني والوزاره الخارجيه الفرنسيه يعني يمنعون وينصحون الفرنسيين بعدم الذهاب الى الجزائر، اي ان هذا فرانسوا هولون المنافق يقول حلال علي كي اذهب الى الجزائر واملا يعني شكاير بالاموال الجزائريه، وحرام على الفرنسيين ان يذهبوا الى الجزائر علهم ياخذون يعني العمله الصعبه للجزائريين وينفعونهم. لهذا ابقى معنا صالح لو سمحت، تنضم الينا الان في النقاش من الجزائر مريم سعيداني القياديه في حزب جيل جديد. سيده مريم سعيداني، واقع السياحه ربما لا يختلف اثنان، قد يختلف الجزائريون حول الكثير من القضايا، ولكن يتفقون على ان هذا القطاع بالذات قطاع كارثي. من يتحمل هذه المسؤولية؟ هل الحكومة فقط؟ هل السلطة؟ هل النظام؟ أم أنه المواطن كذلك الجزائري؟ هناك من يحاجج ربما ليس كائنا سياحيا إن ساعة التعبير، سواء في الخدمات السياحية أو في التعامل مع السياحة ومع الـ يعني الـ 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 كـ كـ كسلوك سياحي. ما رأيك؟ مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء النور. أنا نحب أولا يعني ضبط المصطلحات، يعني إذا تحدثنا على السياسة السياحة بمنظورها العالمي كما يعني معروفة في العالم فهي غير موجودة في الجزائر، فنحن يعني ليس في واقع السياحة، لأن في الجزائر نحن أمام أشخاص يتنقلون من مثلا من ولاية إلى ولاية أخرى، أو زيارات عائلية مثل ما يقوم به الناس يعني الجالية الجزائرية لدي الجزائر واللي طلعوا بها يعني لستاتيستيك تاع زوار الجزائر، وكاين مغامرين أجانب يجيو للجزائر. هذا يعني من أجل يعني ضبط المصطلحات. فيما يخص الإنسان الجزائري المواطن الجزائري يعني اللي راه مظلوم إذا قلنا عنده هو ثاني دور تاعو، لأنه إذا شفت هناك نزوح في خصوصا في موسم الصيف، نزوح للجزائريين اللي يروحوا لبلدان مثل إسبانيا، تونس ولا تركيا، فهناك هذا في حد ذاته يعني جواب على أن الجزائر عنده ذوق وعنده حس، وهو يريد نوع من الخدمات التي لا يجدها في الخارج بأثمان باهظة. لهذا هو يعني يهجر البلد من أجل أن يقضي عطلته ويجد راحته في بلدان يجد فيها ما لا يجده في الجزائر. هذا فيما يخص الإنسان الجزائري لكي نظلمه. ولكن هل الجزائري الآخر، الإنسان الجزائري الذي يقدم خدمات سياحية يعني في الفنادق في المطاعم، هل هناك تلك الثقافة السياحية صراحة تانية؟
هل يعني دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها، هل هناك نادي لبق يقدم الخدمات في الجزائر وصاحب مطعم لبق يقدم مثلا؟ لا لا لا، هذا بطبيعة الحال لا توجد مثل هذه الخدمات، مثل هذه البنى التحتية، لأنه الإرادة السياسية في الجزائر لم تضع السياسة من بين الأولويات التي يجب أن تعنى بها. من أجل ذلك يعني هنا كل واحد راه يدير على حساب ما يقدر، الإنسان الجزائري. لهذا من أجل يعني تطوير السياحة في الجزائر، من أجل أن الإنسان هذا الذي يستثمر في السياحة يكون عنده عمل جيد، يجب أن تتوفر الإرادة السياسية من أجل يعني وضع رؤية شاملة لتطوير المنظومة السياحية في الجزائر. وهنا ارتباط وثيق بمجموعة من القطاعات الأخرى، كقطاع الزراعي، كقطاع التكوين، تكوين يعني موظفين، وتكوين يعني عنصر بشري قادر على إدارة الأمور السياحية. ويجب يعني التربية والتنشئة في المدرسة، كيف يعني يتعلم الإنسان الجزائري التعامل مع يعني الناس الأجانب كيجيو للخارج، كيجيو من خارج الجزائر، لكي لا تكون هناك يعني عنف يعني حتى في النظر للآخر، الإنسان الذي لا يشبهه. وإعطاء الفرصة يعني للكفاءات الجزائرية الموجودة في الخارج وعدم تهميشها، من أجل أن يعني يعطونا هذاك الإضافة اللي يعني التراكمات اللي عاشوها في الخارج، من أجل يعني تطبيق هذه النماذج هنا في الجزائر. طيب هل يعقل يعني الجزائر، يعني مع كل التقدير يقول الجزائريون والاحترام لتونس ولمناظرها الطبيعية، يعني التنوع السياحي مفروض في الجزائر أفضل من تونس، يعني صحراء، بحار، جبال ولا غيرها. هل يعقل أنه بالحسب الإحصاءات في النصف الأول من هذا العام نصف مليون سائح جزائري ذهبوا إلى تونس، وتوقعات أنه إمكانية بنهاية هذا العام تصل إلى مليون ونصف جزائري في تونس، وعددهم تزايد خاصة بعد رمضان، كيف يمكن نفسر هذا؟ نعم، هذا معقول جدا، لانه انا قلت لك من قبل ان الجزائري رغم انه يعني يعرف يعني المقومات السياحيه الجزائريه اللي ذكرتها، ونزيد انا نذكر المقومات السياحيه الجزائريه، حمامات معدنيه، مغارات، يعني محميات طبيعيه متاخمه حتى يعني لها الدول التي يعني يهدر اليها الجزائريين في الصيف، متاحف مفتوحة على السماء، كطافيلي نجار، والقصور التي تفخر بها يعني الجنوب الجزائري، والعادات والتقاليد التي تفخر بها الجزائر. ولكن الجزائري عندما يريد قضاء العطلة معناتها هنا يطلب الراحة، يطلب الاستجمام عام كامل من العمل. ماذا يطلب السائح؟ يعني ماشي غير الجزائري ولا في دول العالم، يطلب الامن التام. يجب انه عندما يذهب الى قضاء العطله تاعو ان هو يكون هناك هذاك المكان يقضي فيه العطله تاعو امن، يطلب النظافه التامه. وتعرف المدن تاعنا يعني اصبحت مزابل باتم معنى الكلمه. يطلب الاكل، يجد ان هناك مطاعم كثيرة تلبي حاجته. يجب أن يجد الخدمة الجيدة. أين هي هذه الخدمة الجيدة في الجزائر؟ يجب أن يجد مكان استقبال مريحة، لأنه هنا يقضي عطلة نتاعو. نتايا هنا الغرفة يعني في فندق في الجزائر بنفس ثمن فندق في أوروبا، ولكن يعني ظروف يعني ظروف مبيت يعني كارثية. والجرائد يعني اليوم كان هضروا على يعني 600 مصطاد جو من الجنوب الجزائري لقضاء العطلة بسواحل وهران قرب عيون سك، لكن يعني والله العظيم ما صابوش أدنى الظروف من أجل قضاء العطلة تاعهم في هذوك ليكون اللي تسموهم تاع المعلس. اضطروا يعني الى الرجوع، الاغلبيه تاعهم رجعوا، يعني كانوا قضاء اقضوا يعني ساعات
طويله في الحافلات من اجل الوصول يعني من الجنوب الى الشمال. عود ورجعوا ويكانوا لان الظروف غير متوفره. فيما الاموال طبعا موجوده لاستقبال الفنانات والاقامات من الضيوف من الشرق والغرب في الولائم الثقافيه وغيرها، بينما ابناء جنوب حيث البقر الحلوب لا يتمتعون بشواطئ بلدهم، وكان من المفروض يعني حتى يكون فيه تبادل، الشباب في الشمال يزورون الصحراء في الاوقات الشتاء والعكس في اوقات الصيف، اليس كذلك؟ نعم نعم هذا واقع يعني من اجل حتى يعني الاحتكاك يعني كل المواطنين الجزائريين كالشرق يروح للغرب والشمال يروح للجنوب، حتى يعني هناك تبادل افكار وما يكونش هناك يعني تعصب للاخر، هناك يعني تبادل عادات وتقاليد. هنا يعني الجزائريه تفتح للجزائري الاخر، وهنا يعني تكون هناك ظروف ملائمه للمواطنه بين المواطنين الجزائريين، باش يعني هكاش اواصل الاخوه والمحبه بين الجزائريين. يعني هدرت انت على الفنانين، والله انايا اشك ان الفنانين عندما يعني يرجعوا لبلادهم يقولوا كلام جيد عن الجزائر، هما يعني يجاملون حتى يعني في الفنادق 5 نجوم، الفنادق العاليه يعني حتى الخدمات يعني غير متطابقه مع الفنادق 5 نجوم في الدول الاخرى. طيب. من اجل هذا يعني من اجل تطوير القطاع السياحي في الجزائر يجب يعني اول شيء هو توفر الاراده السياسيه، لانه من دون ان تكون هناك اراده سياسيه لا يمكن أن نمر بأي قطاع. شكرا جزيلا لك سيدة مريم سعيداني القيادية في حزب جيل جديد. ما رأيك صالح حجاب الإرادة السياسية، هل المسؤولية مسؤولية السلطة فقط، مسؤولية سياسية، أم أنه ربما هذا الموضوع السياحة بشكل خاص هناك من يحاجج ربما أزمة قطاع ولكن تشمل السلطة والشعب، يعني أزمة مجتمع، ما رأيك؟ صراحة يعني ميدان السياسه لن يتطو يعني هو مربوط بميادين اخرى، مربوط يعني الاستقرار السياسي والاستقرار الامني، مربوط بالنقل البحري والجوي ويعني والقطار والسياره، مربوط بالانفراستركتور يعني البنيه التحتيه يعني وحتى كما قال بعض الجزائريين مره قال اذا اتانا الاجانب اين سيذهبون لقضاء حاجاتهم؟ والله في هذه يعني امر مضحك ولكن فيه نوع من الحقيقه، جزائرنا اليوم ولايتنا لا توجد فيه مراحل عموميه يعني. اما قضيه السياسيه علينا اليوم ان نتعلم ان نخرج من هذه القوقعه ولا نرمي يعني الكره الى النظام والنظام يرميها الينا. اليوم هناك اراده سياسيه غائبه، هذا امر مفروغ فيه، ولكن علينا اليوم كشعب وكمعارضة وكجزائريين في الداخل وفي الخارج أن نعمل أن نضغط أو نفرض شيئا لكي تأتي هذه الإرادة السياسية، لأن الإرادة السياسية لن تأتي من عدم. ومؤخرا سمعنا أن هناك مبادرة جيدة حسنة في ولاية وهران وحتى في ولاية الجزائر عاصمة يعني محاربة قطاع نسميهم قطاع الطرق، وما يسمون انفسهم باركينج ويطلبون اموال هائله، وحتى في الصيف يعني يطلبون حتى 200 و300 دينار للسياره الواحده. لذلك من هذا المنبر انادي جميع الجزائريين التنظم يعني تنظيم انفسهم في كل ولايه الذهاب الى الشرطه لطلب منهم كيف علينا ان نوقف هذه المهزله، وقد تكون هذه النقطه البسيطه بدايه للتطوير للسياسه ولحياتنا اليوميه. نقطه اخرى التشجير مثلا، ماذا يمنع مواطن جزائري ان يعني يقوم بغرس شجره امام بيته؟ هل هو النظام؟ هنا نرى ان لدينا صراحه مسؤوليه كبيره جدا، ولو انني اقول هذا الكلام واقر ان النظام غائب، ولكن علينا ان نفرض عليه ان يقوم بعمله، علينا ان نذهب الى كل القطاعات ونتوحد، وهذا ما سيخاف منه النظام اذا ما راى الجزائريين واعيين، واذا ما راهم يعني في الميادين بالعمل السلمي، وسنستطيع يعني مع الوقت نستطيع تغيير امورنا ولن نبقى في الاراده السياسيه التي ستنزل ما لا اعلم من اين. ابقى معنا صالح حجاب ينضم الينا الان في النقاش من الجزائر، الاستاذ فرحات تيتعلي الخبير المالي والاقتصادي. استاذ فرحات تيتعلي، اي واقع لاية سياحه؟ هذا السؤال
يفجر الكثير من الأسئلة والكثير من الشجن، ليس كذلك؟ هذا البلد التحفة القارة فيه كل يعني الخيرات السياحية إن صح التعبير، ولكن عمليا واقع يثير البكاء، ليس كذلك؟ مساء الخير. مساء النور. أنا كنت في حالة فيما يخص السياحة في الجزائر، يعني قبل ما نطرق بإمكانيات يعني اللي عندنا في السياحة فيما يخص المناطق السياحية، إذا جينا نطرق لأي سياحة نريد، يعني رغبة في أي سياحة، يعني ما عندناش مخطط سياحي على مستوى الدولة وعلى مستوى الأمة. هل نريد سياحة نفعية يعني دخلنا العملة صعبة، ولا نريد سياحة ترفيهية لينا إحنا للشعب الجزائري يعني محتاجينها ما كانش إمكانيات، أو نريد سياحة جماهيرية لتوريزم دوماس، عشان جيران دوانا يعني تونس والمغرب ولا حتى مصر هم يديروا لتوريزم دوماس، يعني سياحة جماهيرية ولا سياحة نخبة. وأنا لحد الآن ما عندناش مخطط سياحي، يعني كان عندنا في السبعينات يعني بدا مخطط سياحي ومع إنجازات فيما يخص يعني المنشآت السياحية اللي ما زال هم اليومين هذا كل شيء بقالنا يعني وفي حالة متدهورة يعني خلاص، ولكن ماذا ما عندناش حنا يعني نظرة مستقبلية استشرافية يعني للسياحة. هل نريدها يعني كمدخل للعملة الصعبة، يعني مدخل للمداخيل يعني من خارج النفط، أو نريدها يعني ترفيهية؟ المجتمع تغير من السبعينات والثمانينات، اليوم حتى العقلية تاع المجتمع ما عادش تستوعب يعني الأجنبي. الأجنبي بكل يعني فصولي، يعني يكون غربي ولا شرقي ولا حتى الجزائري من بعض المناطق. اليوم المجتمع والعقليه نتاعو تدهورت، وزيد الدوله انا نقول لك عندك الوزراء اللي شفتهم الكل يتكلموا على انجازات مستقبليه، يعني مشاريع انجازات فنادق، يتكلموا على النومبر دولي شحال من مطرح يعني في الفنادق راح ينجز، ولكن هذا ما يكفيش. السياحه الانسان اللي يروح لبلاد الناس يروح يعني بطريقه يعني باش يرفع على روحه، باش ينحي على روحه العناء كما قالت السيده نتاع سنه كامله، وحتى الجزائري كي يتنقل كان بنفس المنطق. يعني ترى اليوم في الجزائر يعني الكليما سوسيال ولا بوليتيك ولا المناخ العام الجو العام يعني في الجزائر يسمح الواحد يعني يرتاح ويريح روحه يعني في الجزائر، حتى الجزائري اللي ساكن هنا ويروح لتونس ماهوش طالب للفنادق ولا برك المنشآت، أو طالب حتى لواحد المناخ واحد الجو نتاع الاستقبال واحد الجو الاجتماعي اللي ما لقاش في بلاده، ما لقاش في بلاده خاطرش هو تم ما دار حتى شيء باش يكون في بلاده. احنا يعني في بعضنا نحوسوا كل على الراحة، بصح مرات نفسدوا على الراحة نتاع الناس كي يكونوا هما اللي يجوا لعندنا. يعني هل هذه السياسة مقصودة؟ يعني أنا أحب هذا التعبير، لكن هل هناك ما يشبه الإرادة كلوشارديزاسيون لكل شيء حتى بما السياحة كنت تشير أنه يعني هذه حقيقة يجب الاعتراف بها يعني والإقرار بها أنه حتى الجزائر ليس كائنا سياحيا، سواء خاصة في الاستقبال يعني في الخدمات أو حتى الآن في التعامل مع الأجنبي، هل كانت هذه سياسة مقصودة أم الظروف الأوضاع السياسية هي التي فرضت ذلك؟ الاخر الكريم يعني نتكلم على كلوشارديزاسيون راهي عامه وشامله، يعني ما راهيش غير القطاع السياحي، يعني يعطيني قطاع انت اللي راهو يتمشى حسب يعني كما نقولوا احنا المنطق المتعامل به دوليا في اي يعني مجال. انا الريع النفطي وزيد من سوء التسيير سوء الاداره، خاطر الريع هذاك هو اللي شجع على مستوى الدوله يعني تطلع نخبه اللي ماهيش في الحقيقه نخبه، يعني نخبه مفتعله اللي خلقها هذا الريع، وحتى على مستوى الأمة يعني تفات بعض العقليات يعني الريعية وبعض العقليات اللي معنا. حتى على يعني بالعيش الحضاري في مجتمع متحضر كما اللي كان يتكلم عليهم تاع الباركينج، ولا الناس تتعدى على الناس يعني بفضيا تتعدى عليهم باش تسلب لهم أموالهم يعني بجميع الطرق. هذا كل ما شكلت يعني هو يكون مخطط النهار الاول يعني فيما يخص السياحه بالضبط، ولكن لونتربريز دو كروشارديزاسيون تاع الامه هذه يعني بدات يعني تبدو في بدايه الثمانينات، وما الله اعلم الهدف نتاعو. انا كما راني شايف الهدف يعني هو ماهوش مخطط سياسي محض، الهدف هو انه قلت لك النخبه ما عندهاش يعني كانها يعني كان عطى ربي يعني في وين راهي استولات على مقاليد الحكم واستولات على مخدرات الامه، ويلزم الامه هذه تبقى دائما يعني تحت كما نقولوا على المستوى المطلوب باش يعني الاخر هذاك يعاود يبان هو الاول يكون على الاخرين، وما نقدرش حتى تنحل ساهمنا احنا معاهم يعني.
الحقيقه انا نقول لك باللي الامه ما ساهمتش ضد جميع اطياف الامه. الغني في الجزائر يعني الطالب نتاعو ماهوش ترفيه على نفسه، ولكن هو طالب نتاعو فيما يخص السياحه، يعني لازم يبان هو يطغى المجتمع بالغناء نتاعو. هذا كل فقير كيف كيف يعني، كيما نقولوا يحوس عليه يكون عنده حقوق ومكانه في المجتمع، لا يلزم يفسد على هذاك الاخر. قال انا خلاص كيما نقولوا المنطقه هذاك تاع نلعب ونحسن، وهذا تغات بيناتنا وعدنا نتعاملوا بها مع المجتمعات الغربيه والشرقيه. انا نقول لك يجي واحد من السعوديه ولا يجي من السويد، الجزائريين اليوم راه نفس المنطقه معاه. ما كان اختلاف الثقافه بين هذوك الناس بين زوج، ولكن راح يستقبلوه بنفس الطريقه، الطريقه اللي هما ديجا يتعاملوا بها مع انفسهم. وزيد يعني قلت لك الريع النفطي هذا ما خلاش الواحد يدير استثمارات حقيقيه في الميدان. احنا كل شيء اللي بوجيتي زيد تكلم عليه تقول يعني بحث السياحه يقول لك حبس الظرك نرصدوا لها غلاف. ما نقولكش عندنا مخطط ولا جيبوا لنا مخطط ولا عندنا على مستوى الولايات واش تقدر كل ولايه تمد يعني كامكانيات سياحيه ومواليها من بعد تم يحوشوا كاش ما يتقدموا الدوله توقف معاهم. لا، لازم الدوله تستولي على مقاليد القرار، تستولي على التمويل شامل وكامل. بعد على بالك احنا شفنا يعني الاغلفه المرصوده وراك تشوف النتيجه الله يبارك، ما كان والو يعني قد ما نرصدوا اغلفه وقد ما نسقطوا يعني في الدقل. طيب وكلما ارتفع الخطاب الرسمي انه مثلا اشرت الى قضيه الباركينج، كذلك هناك ظاهره الاستيلاء على الشواطئ، ليس كذلك؟ برغم انه السلطات تقول انها تمنع ذلك وستشدد على من يقوم بذلك، ولكن هذه القضيه ما زالت مستمره، ليس كذلك؟ يعني اخر كلمة عندنا درك احنا 20 سنه وما يتكلموا على حكايه الباركينج هذه وحكايه الشواطئ. هذا مشكل يعني بسيط يعني في المجتمع يعني راقي، في المجتمع متحضر وعنده دوله يعني تسير بالمعايير الدوليه. ما هيش قضيه برك استولاو على الباركينج ولا استولاو على لي بلاش، علاش هذا الشبان خداو هذا القرار باش يستولوا على كيما نقولوا احنا مساحات عموميه، وبالمساحات هذوك يستولوا على ارزاق الناس، لانه ما لقاوش رادع اولا، ولقاو باللي على مستويات خلاف كاين الناس بنفس الطريقه يعني ابتزاز ويعني وقاحه وقله حياه استولوا على ما اكثر من هكذاك. يعني كان استولوا على مناصب، كان استولوا على التاريخ، كل واحد على هو استولى. يعني خلقنا منظومه ما عندهاش خطها بالجناس. طيب ما ابقى معنا استاذ فرحات تيتالي، ما رايك صالح الجاب؟ يعني منظومه كلها ستركتشرال، يعني مشكله بنيويه. نعم، هي القضيه اليوم هذه صارت مسلمه انها منظومه، وان يعني الخلل هو يعني خلل عام، ولكن اليوم يجب ان نجد نقطه البدايه. وكما تفضل الاستاذ يعني قال صراحه، اليوم لا يجب علينا ان نتكلم عن السياحه، بل نتكلم عن تطوير مثلا يعني نمط العيش للمواطن الجزائري. انا اعطيكم على سبيل المثال، عندما اذهب الى الجزائر في ولايتي التي هي ولايه لا يوجد الماء يعني في الحنفيه لاكثر من اسبوع او اسبوعين، نشتري الصهاريج صراحة في ولايتي لا توجد بالوعات، عندما تسقط يعني 2 ملم من الأمطار تجد يعني الفيضانات. لذلك علينا يعني كمواطنين نبدأ العمل في الأحياء، ومن الأحياء من البلديات ومن البلديات، ونستطيع أن نحضر أو نفرض على يعني هذا التغيير. ونقطة أخرى سبق وأن تكلمت عنها وأريد تكريرها للمرة الألف، هؤلاء الناس النظام والمسؤولين والجماعة الكبيرة وكما نسميهم، هم يستطيعون السرقة بطريقة سهلة ومحمية في الداخل، ولكن الكل يعلم أننا لا نستطيع الاستمتاع بالأموال داخل الجزائر، وهم يذهبون إلى الخارج لكي يتمتعوا بها. أبسط مثال أعطيك، أفخر سيارة لن تستطيع قيادتها براحة في الجزائر. لذلك نحن كجالية في الخارج وكجزائريين ناشطين يجب علينا ان نتكاتف اليد في اليد لكي يعني نغلق عليهم اللعبه، لا يجب ان نقول مستحيل، ليس مستحيل، اذا قمنا باعمال يعني لمشروع يعني في المتوسط وبعيد المدى، انا متاكد اننا سنستطيع ان نغلق عليهم يعني العلاج في الخارج، ونغلق عليهم يعني شراء العقارات في الخارج، ونغلق عليهم، وهذا ما سيدفع هذه الزمرة إن بقيت في الحكم، وأظنها باقية لأننا كلنا يعني نرمي الأمور إلى القدر.
لو بقيت يعني في بعض سنوات ست ست هؤلاء، ما الذي نعم يمنع هؤلاء الذين متحكمون بخيرات البلاد من تطوير السياحة مثلا؟ لماذا يصرون على التعامل مع البلد كوم دي كوبيرو تكنيك؟ يعني وهم يقومون بالسياحة في الخارج، بينما لماذا لا يطورونه؟ هو بلد فيه إمكانيات حتى يستفيدوا منه هم أنفسهم. هم لا ينوون ولا يعيشون، هم يعيشون في الجزائر بالأجساد، والدليل الدامغ عندما ترى وزيرة التربية وكأنها في طول حياتها لم تتكلم لا بالعربية ولا بالعامية، يعني صراحة هي تقوم بديزيفور يعني كي تقول الجملة. هؤلاء الناس قلناها لديهم أبنائهم في الخارج، عقاراتهم في الخارج، يعني تقاعدهم في الخارج، وهم لا يقومون بشيء إلا بالبزنس مع المتعاملين الأجانب لكي يعني يعطوهم المشاريع، وفي المقابل يأخذون يعني علاوات ويأخذون يعني رشاوي ويذهبون ويهربون. يستعملون الجزائر لشيء واحد هو للسرقة، لذلك لن يتحيروا على هذه الجزائر، والله هم مستعدون بيع آخر متر مربع فيها. طيب فسؤال أخير أستاذ فرحات تايتالي، هل ستغير من شيء في المعادلة تهاوي أسعار النفط اليوم أقل من $50 ومرشح إلى مزيد من التراجعات؟ هل ستغير ربما المعادلة؟ قد يدخل هذا الرقم السياحة في الجزائر في الاقتصاد الجزائري، أم أنه نفس المنطق نفس السلطة نفس الفيجن أو لافيزيون إن كانت هناك فيزيون أصلا؟ الأخ الكريم، أنا راني شفت القانون المالية التكميلي والمنطقة نتاعو اللي تخدم به، حتى الشيء ما راح يتغير يعني في الحاضر. ما دام النتائج العكسية نتاع نزول أسعار البترول مازال ما تفاقمتش وما لحقتش لمستوى لا رجوع، القوم هذونا ما جايبليش ربي باللي راهم فاقوا باللي رانا في كارثة، وماناش داخلين فيها، رانا في وسط الكارثة. الناس اللي عندهم يعني واحد المنطق نتاع يعني يا ودي كاين الريع البترولي هذا، اذا بغى ربي يعاود يطلع البترول احنا رانا مكملين، اذا ما طلعش نكملوا حتى الدور الاخر. ها هو المنطق نتاعهم، ما كانش منطق يعني نتاع فيزيون استراتيجيك شازوا بولو توريزم ولا حاجه خلاف. ما كان حتى قطاع يعني حيوي اللي راه يسعد يعني بالاقتصاد نتاع البلاد اللي يعني شفته يعني مشجع ولا منطقيا ولا هذاك ميكانيزم تريسي. المنطق هو مهما كان الخطابات، يعني شوف الوزير برك اللي يعينوه في السياحه ما عنده حتى علاقه لا بالقطاع هذا ولا حتى نجح في حتى وزاره من نهار الاول من نهار قل على اليومين هذا. النجاحات نتاعو كامل يعني في الحقيقه اخفاقات وكوارث، وحتى برك ناجح يعني في السياسه يعني نقص من حزب لحزب ومن خطاب لخطاب ومن موقف لموقف، يعني كما قالوا لك كل حدث حديث ولكل موقف كما نقولوا المقال. هذا ما كان يعني بالحقيقه واحد اللي باغي يعني يصعد بقطاع معني الحاجه الاولى اللي يديرها يعني على الاقل على الاقل يعين يعني كفاءات في هذاك القطاع، وكاينين يعني كفاءات اطارات تكون هنا في السبعينات حتى في التسعينات في الميدان هذا في الفندقه والسياحه. عندنا دي زانستيتو، انا رحت لتونس في التسعينات ما عندهمش البيرسونيل يعني كاليفي اللي عندنا احنا اللي خرجوا من بصح ما عنده حتى حد باش يولي حتى اطار في الوزاره، يعني اللي خرجوا كل من هذوك المعاهد هذوك الوزاره ما يشوفهاش حتى في المنال، ويحطوا لك الناس اللي محلال يعني. شكرا جزيلا لك فرحات تيتالي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. ومن هناك انضم الينا زبير فاضل كاتب الصحفي. زبير فاضل، ربما لخص كذلك فرحات تيتالي السياحه في الجزائر الوزير الحالي عنوان لهذا القطاع، ليس كذلك؟ الاكيد ان اليوم قطاع السياحه في الجزائر لا يساوي شيئا بالنظر الى المؤهلات الاقتصادية، عفوا المؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها الجزائر خصوصا على طول الشريط الساحلي، لكن للأسف الفساد الذي يعشعش في كل مؤسسات الدولة انعكس أيضا على المؤسسة السياحية في الجزائر. هل تعلم اليوم بأن الشواطئ الجزائرية صارت مباحة من طرف مافيا الحظائر ومافيا الشمسيات و المساحات التي تحجزها وتمنع العائلات والمواطنين من الاقتراب منها إلا إذا دفعت مبالغ مالية طائلة؟ بالتأكيد لا يمكننا إنجاح قرارات الدولة القاضية بأن تقوم بمجانية استغلال الشواطئ للعائلات
لأن من يقف وراء هذه العملية هم مستفيدون من ريع هذه الأموال، لأن هؤلاء الشباب وهؤلاء الذين يستغلون الشواطئ وتزر عليهم الملايير خلال العطلة الصيفية على مدار أشهر، لا يمكن أن يكون عملهم بمعزل عن أشخاص ومسؤولين يوفرون لهم الحماية ويقدمون في مقابل ذلك نسبة معينة من الأرباح التي يحصدونها يوميا. أنا اليوم مثلا كنت في شواطئ بومرداس وحاولت أن أفهم ربما مع معنى أن يكون هناك مجانية الشواطئ، واكتشفت بأن الابتزاز متواصل، أن شواطئنا تغرق في الأوتاخ، وأن السلطة غائبة تماما في ولاية كان من الأجدر أن تجذب إليها سياحا من كل أنحاء العالم ما دامت شواطئها توصف بالساحرة، لكن للأسف السياسة أفسدت كل شيء، والمال الفاسد أيضا دخل في المنطق السياحي الجزائري. هناك الكثير من المستثمرين الخوارق منعوا من الاقتراب من المستثمرات السياحية في المناطق الساحلية، لأنهم يدركون بأن الاستثمار السياحي الخاص هو القادر على صناعة الفارق وخلق تنافسية وتقديم أسعار تضاهي وتنافس أسعار تونس والدول المجاورة، لكن للأسف كل الأبواب موصبة أمامهم، لأن هذا القطاع يجب أن يحتكر من طرف أشخاص لهم من يوفرون لهم الحماية ومن تخدمهم قاعدة أن يكون هناك استثمار ضئيل في القطاع السياحي حتى يحتكرون كل ماله ومداخله. يعني منطق البلطجة والمافيوية؟ بالتأكيد القطاع السياحي تسيطر عليه هذا المنطق بشكل لافت في كل الولايات. هناك مافيا تقف وراء القطاع السياحي في الجزائر، تفرض منطقها وتفرض قواعد الاستثمار فيها، فأنت لا يمكنك الحصول على أي اعتماد لبناء فندق أو مركب سياحي أو قرية سياحية في مناطق التوسع السياحي التي وفرتها الدولة إلا إذا منحت عمولات ورشاوة لوالي الولاية أو لمدير السياحة أو للجهة التي تتكفل بالموافقة على استثمارك السياحي. وإن فعلت ونجحت فإنك مطالب أيضا على أن تبقى في دائرة هذا المنطق الفاسد، أن توفر لهم دائما حصتهم، وإن أرادت الدولة بالفعل أن تنهض بالقطاع السياحي وأن يكون رافدا من روافد الدخل القومي بعيدا عن الاعتماد على النفط ورعاء النفط، فيجب أيضا أن تبعد أيادي الفساد وتبعد مسؤولين كثيرين نافذين في السلطة عن هذا القطاع، لأن الله حب الجزائر بمناظر وإمكانيات هائلة، لا يمكن أن تستمر بهذا التجاهل وبهذا النسيان في الوقت الذي بإمكاننا أن نكون أحسن من تونس، أن نكون أحسن من المغرب، أن نكون أحسن من البلدان التي حتى هؤلاء مسؤولون في الجزائر يدافعون عن الوجهة السياحية في الجزائر. نتمنى أن يقضوا في 15 من أوت وهم وزراء الحكومة الذين سيخرجون في عطلة لمدة 15 يوما أن يتحضوا بالفعل أنفسهم ويقضوا عطلتهم في الجزائر، لكن هذا لن يحدث، فهم سيتجهون إلى تركيا وإلى بلدان عدة تبقى وجهتهم المفضلة. طيب. ماداموا يريدون أن يسوقوا للسياحة الجزائرية فليشمروا على سواعدهم وليتوجهوا إلى شواطئ وإلى مناطق في الجزائر، ولتكن من الشرق أو من الغرب أو من الوسط، فهي بالفعل تدعى للشريط الساحلي الجزائري، وليشجعوا السياحة ماداموا هم أنفسهم المسؤولون في هذه الحكومة. طيب، ولكن حتى من ناحية الأخلاقية ألا يشعر ما يأكلوش قلوبهم، ما يأكلهمش قلوبهم، وحتى كل جزائريين صراحة كلنا كجزائريين، يعني ماذا عن تلك الأوساخ كذلك المنتشرة، يعني صور صادمة في الجزائر كذلك، ما يأكلهمش قلوبهم مسؤولون والجزائريين عمون هذا البلد بكل هذه الخيرات، يعني الشواطئ ومثلا المدن الرومانية الأثرية، ليس هناك بلد مثل الجزائر، يعني تقريبا تضاهي أعداد المدن الرومانية الأثرية في الجزائر، تيمقاد وجميلة وغيرها وتيديس، ما موجود في إيطاليا عاصمة الدولة الإمبراطورية الرومانية، ولكن ما مرمية هكذا أو تنظم فيها مهرجانات كرنفالات تصرف عليها الملايير، يأتي إليها الفنانون العرب وغير العرب من يأكلون الغلة
وبعد ذلك يسبون الملة الملة، وها كلام هذا موثق أقوله على مسؤوليتي. ما يكلمش قلوبهم هؤلاء المسؤولين وربما كل الجزائريين على وضع السياحة في هذا البلد الجميل؟ الغريب في الأمر أن هؤلاء لا يعون أبدا حجم الصورة التي تصدرها الجزائر للعالم. تصور بأن نفاياتنا البحرية وصلت إلى إسبانيا، والصحف الإسبانية تناولت ذلك على اعتبار أنه كارثة بيئية خطيرة. فنحن نفايات شواطئنا لم تعد تنحصر في شريطنا الساحلي، بل امتدت إلى إسبانيا. وكشفت الصحف الإسبانية مؤخرا عن نفايات بالصور لأكياس حليب للملبنات الجزائرية، وقارورات مياه معدنية وغيرها من الأوساخ والعلب. بالتأكيد أن إذا كانت الجزائر التي كانت تسمى بيضاء أصبحت اليوم أوسخ عاصمة في العالم، وتعني بالكثير أنها لا تليق للعيش ولا حتى للسياحة. فهؤلاء المسؤولون لا يأكلهم قلبهم كما قلت زميلي، لأنهم تعودوا على أن يكونوا دائما بهذه النظرة، لأنهم يظنون بأن القوة التي تمنحه الجزائر إقليميا كما يقولون وبصورتها في العالم هي قوتها بالنسبة للبترول والغاز، لكن لا يعلمون بأن بعد 30 سنة لن تبقى أي قطرة بترول في الجزائر، ونحن مجبرون على تفسير الصورة السياحية للجزائر. لكن بعد 30 سنة سيفوتنا الأوان، لأن الكثير من البلدان اتجهت إلى بعد آخر، إلى بعد ثالث يعتمد على خلق مدن خيالية، إلى خلق جزر إلى كما تفعل دبي، إلى خلق أشياء غريبة لا تخطر على البال من أجل جذب السواح. ونحن نبقى في معادلة الآن سنسوق لصورتنا، لكن إلى ما بعد متى؟ هل يمكن للسائح الذي يجد الكثير من المغريات في عدة بلدان حتى إن كانت مجاورة للجزائر، هل ينتظر الجزائر بعد 30 سنة لتقول له تعال هنا لنبهرك بمناظرنا الخلابة؟ تصور أيضا أنني حضرت في ندوة لوزير السياحة السابق يقول بأننا لا يمكن أن نسوق للوجهة السياحية الجزائرية، لأننا لا نملك الفنادق التي تسع هؤلاء إذا ما جاءوا إلى الجزائر، ولن نفعل ذلك ولن نسوق للوجهة السياحية الجزائرية إلا بعد أن نوفر عددا من الأسرة كما يقول، أو الغرف التي تكون كافية ربما لاستقطاب عدد من السياح. لكن لا يعلم هذا الوزير ولا غيره في الحكومة، لأن السائح لا ينتظر، وإنما يبحث دائما عن الفرصة الآن غدا وبعد غد، ولا ينتظر إلى ما بعد 30 سنة ربما أو ليكون أكبر بكذلك. النفايات والأوساخ صارت منطق معهود، وإن أيضا نحن ننتقد أنفسنا لأن الكثير من الجزائريين لا يحافظون على نظافة الشواطئ، ولكن لا ألومهم. أنا في بومرداس تحديدا وفي قرص كنت اليوم، لا توجد أصلا مناطق وحاويات لوضع نفايات مستغلي الشواطئ، فيجدون أنفسهم مجبرون على وضعها في مكان، ويقوم آخرون أيضا برمي النفايات في نفس المكان الذي أصبح قبلة لكل المصطفين. السلطة غائبة، وزارة السياحة غائبة، البلدية غائبة، والكل يعي بأن السياحة لن تكون في ولايته، وإنما حتى هو نفسه شخصيا يذهب إلى لقضاء عطلته السياحية، عطلته الصيفية أقول، حتى في تونس أو في شواطئ ليست في ولايته. وبالتالي منطق اللامبالاة هذا لا يمكن أن يقودنا إلى أي خطوة إلى الأمام في المجال. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي زبير فاضل، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. الخطوة والخطوات صالح الجاب، ولكن يعني حتى الجزائر برغم الخيرات كذلك إلى جانب الأحرى الخيرات أو الطاقات الإمكانيات السياحية، هناك إمكانية حتى لا كخطوة أولى لتطوير السياحة لا تركز على السياح الأجانب، ليس كذلك؟ الجالية الجزائرية في الخارج قد تكون خطوة أولى في تطوير هذه السياحة، ليس كذلك؟ قد تجلب حتى استثمارا أجنبيا. يعني أظن أنهم يعني لو يعني يوفر الجزائري نفسه، لا أتكلم على حتى المغتربين، لذلك مثلا الجزائري اليوم هو في عقلية يعني أنانية غبية، أسميها الأنانية الغبية، لأنني عندما أرى بعض التصرفات عندما أصل يعني وأجول في الجزائر أرى بعض التجار يقوموا يعني بإخراج الأوساخ ثم يرميها إلى الطريق أمام محله،
يجب علينا ان نتعلم يعني ان نعبر من هذه الانانيه الغبيه، ان نتعلم ان يعني النظافه هي نظافه المنزل ونظافه المحل ونظافه المحيط. ونقطه اخرى، عندما نتكلم عن قضيه مسؤوليه النظام او مسؤوليه الاداره او مسؤوليه المواطن، المسؤوليه رقم واحد هي مسؤوليه الاداره، ولكن لا يجب النوم. يعني في حاله ما الاداره لم تقم بتوفير الحاويات لا يجب علينا النوم، يجب ان نذهب لنفرض عليهم ان يوفروا لنا هذه الحاويات، لانهم يعني تقاضوا اموال من مالنا العام لكي يوفروا لنا هذا. هنا في فرنسا اعطيك مثل بسيط، عندما ينتهي السوق الاسبوعي ترى وكانه جيش من عمال النظافه ياتون لكي ينظفوا هذا السوق، ولا ينتظروا حتى يبقى ويعني وتكون هناك قمامه كما هو في الجزائر. لذلك اليوم يا ناس يجب على الشعب، يعني كما يقول غاندي، اذا اردت التغيير كن التغيير. قبل ما نتكلم عن السواح الاجانب او المغتربين، يجب ان نتكلم على يعني المعيشه، حتى قطاع السياحه الداخليه. فعلا مثل ما اشرت، يعني هناك امكانات، يعني هؤلاء الجزائريين بالملايين يذهبون الى تونس لو كانت فيه يعني شروط تساوي الشروط السياحيه الموجوده في تونس لبقوا في الجزائر، ليس كذلك؟ نعم، يبقوا في الجزائر يدفعوا يعني مبالغ يعني معقوله جدا. عندما سمعت المتدخله يعني السيده سعداني تقول ان الجزائري لديه ذوق ويذهب الى تركيا، اريد ان اطلب منها كم من جزائري يستطيع الذهاب الى تركيا اذا كان الراتب الادنى 18000 دينار جزائري؟ يا ناس تقول لكم لا يوجد، يعني هي شريحه قليله جدا تستطيع الذهاب الى تركيا. وحتى ما الذين يذهبون الى تونس مثلا نفس المبلغ في الجزائر لن يكون بإمكانهم قضاء عطلة مريحة في تونس، بالعكس بشروط واستقبال ونظافة ممتازة، ليس كذلك؟ نعم، لا لشيء إلا لأن في تونس هناك منافسة حقيقية، في الجزائر هنا يعني خاصة منذ مجيء هذا الرئيس الحالي صارت العقلية السائرة هي طاقع لا منطاق. اي واحد يعني اي صاحب نزل يقوم في الصباح يعني يضاعف الثمن ولا احد يتكلم معه، ولا والمواطن لا يطالب بحقه. لذلك صراحه نعم هناك تخلي من هذه الاداره علينا، ولكن نحن ايضا تخلينا علينا. اعطيكم مثلا بسيط جدا، عندما منعت الدوله يعني النظام وايام ويحيى منعوا السيارات اقل من 3 سنوات، وكان هذا خطه لتمكين المافيا يعني اصحاب السياسه لاحضار سياراتهم الصينيه ويعني يعني يعني ما بقايا الاسواق العالميه. لم يتحرك الجزائري، يعني من المفروض كان عليه رفض هذا القرار وستبقى السيارات يعني ويبقى نوع من المنافسه. لا، الجزائريين ذهبوا الى الهروله والانتظار يعني دورهم لكي ياخذوا الماروتي بمبلغ 70 مليون او اسطنبول بمبلغ 122 مليون. لدينا صراحه لا لم نتعلم نقطه بسيطه تسمى المقاطعه وتسمى قيمه الزبون. مؤخرا هناك جمعيه في الجزائر العاصمه احييها، واتمنى ان تكون هناك 48 جمعيه في كل الجزائر لحمايه المستهلكين، يعني قامت بنداء لمقاطعه السمك الذي كان سعره 800 دينار. في بضع ايام يعني نزل سعره الى 400 حتى الى 300 دينار. لذلك يعني يقول ان الزبون ملك، ولكن الجزائري يعتبر انه دائما يحاول صراحه. شكرا جزيلا لك صالح الجاب، الناشط في الجاليه الجزائريه للتنسيقيه ضد غلاء الاسعار في الجزائر. مثل ما كنت تقول يقول غاندي، اذا كنت تريد التغيير كن التغيير، والايه القرانيه الكريمه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.